عام 2022 بالنسبة للمغرب والمغاربة عام لا ينسى، عام النصرة، عام لن يتكرر كثيرا من حيث النجاحات، مش بس على مستوى كرة القدم، في جميع الرياضات والألعاب. هسردها مع حضراتكم دلوقتي ونعمل حصاد كامل لعام 2022 بالتواريخ عملت المغرب في 2022. قبل ما أبدأ لو سمحت لايك على الفيديو ده تقديرا لمجهودنا عشان يصل لباقي الناس. انا ابدا على بركه الله. بعد صعود المنتخب المغربي لكاس العالم، ورغم ان المنتخب المغربي وجمهوره كان مفترض يكونوا فرحانين بالصعود التاريخي لكاس العالم مع اسوا بقى مع المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني والسنغالي، ولكن الناحيه الثانيه كان الجمهور المغربي حزين جدا، وكان في حاله سخط شديده على المدير الفني وحيد خليلوزيتش، وكانوا بيطالبوا دايما برحيله. وهمشي معاكم خطوه خطوه. بعد الصعود لكاس العالم، فريق الوداد المغربي بتاريخ 30 مايو 2022 يفوز على النادي الاهلي ويحصد دوري ابطال افريقيا. تعالوا نبدا بقى كده على بركه الله الانجازات من بدايه السنه وماذا حدث. بتاريخ 13 يونيو المغرب كان يواصل السطو ويواصل الانطلاقه، ولكن الجماهير كانت بتعمل سخط شديد جدا على وحيد خليلوزيتش مطالبه الرحيل المدرب البوسني عن تدريب المنتخب المغربي. في بقى 28 يونيو المغرب بطل العرب لكره الصالات بعد الفوز على العراق. كرة الصالات والفوتسال يا جماعة دول في حتة تانية، فازوا ببطولة العرب لكرة الصالات بعد الفوز على العراق ده بتاريخ 28 يونيو 2022. في 15 يوليو 2022 منتخب المغرب لليد يصعد كأس العالم وقتها، وكان إنجاز كبير المنتخب الأول لليد يصعد لكأس العالم بتاريخ 15 يوليو 2022. 19 يوليو 2022 المنتخب سيدات المغرب يصعد نهائي أفريقيا، طبعا ده كان انجاز كبير جدا وقتها، والاول مره يكون في اكتر من 48 الف مشجع لهذا النهائي اللي تالقت فيه السيدات، ولم يحالفها التوفيق للفوز بالبطوله، ولكن وصلت ايضا للنهائي وكان اداء اكثر من رائع. في 11 اغسطس بعد الضغوط الشديده اللي قلت لحضراتكم عليها على المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، بالفعل صوت الجماهير المغربيه حركت كل يعني المنشات والافراد في المملكه المغربيه، وخدوا بالفعل قرار برحيل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش عن تدريب المنتخب المغربي. وكان السؤال ماذا بعد رحيل وحيد خليلوزيتش؟ كان في ضبابيه وقتها. نمشي بالاحداث. بعد رحيل المدرب البوسني في 11 اغسطس بقى 12 اغسطس على طول ياسين بونو يترشح لجائزه افضل حارس في العالم. ايضا بقى 6 سبتمبر المنتخب اليد للشباب يصعد ايضا لكأس العالم في 6 سبتمبر 2022. في 10 سبتمبر 2022 نهضة بركان بتحصد السوبر الافريقي على حساب فريق الوداد بعد طبعا ما خدت الكونفدرالية. ايضا في 8 سبتمبر الاحداث التي لن تنسى، منتخب الشباب المغربي تحت 17 سنه يخسر امام منتخب الجزائر في نهائي البطوله العرب تحت 17 سنه بالاحداث اللي حضراتكم شفتوها بالموضوع اللي العالم كله اتكلم عليه، ودي كانت الخساره من الخسارات المؤثره جدا بسبب الاحداث الكبيره اللي حصلت في هذه المباراه. ده كان بتاريخ 8 سبتمبر 2022. 16 سبتمبر 2022 منتخب المغرب للفوتسال يفوز على ايران ويحصد كأس القارات، وايران من المرشحين الجامدين جدا في كرة الصالات ايضا. ده بتاريخ 16 سبتمبر المغرب للفوتسال فازت بكأس القارات. في 18 سبتمبر 2022 ايناس لقلالش المغربية فازت ايضا ببطولة العالم للجولف 18 سبتمبر. في ايضا نفس اليوم 18 سبتمبر 2022 منتخب المغرب للغطس تحت الماء يفوز ببطولة العالم حتى في الغطس والبقللة. في 19 سبتمبر 2022 يعني بعدها بيوم واحد فقط مريم بوزين بتفوز بجائزة حفظ القرآن الكريم في دولة الامارات. مريم بوزين في 22 سبتمبر 2022 منتخب المغرب للمكفوفين يصل لنهائي افريقيا ده في 22 سبتمبر. في 24 سبتمبر بقى منتخب المغرب المكفوفين بيفوز بكأس افريقيا ويصعد ايضا لكأس العالم. في 30 سبتمبر 2022 انذار مغربي بسبب موضوع الزليج اللي حضراتكم فاكرينه، تيشيرت المنتخب المغربي المستوحى من الزليج المغربي في 30 سبتمبر ده كان اول انذار مغربي. عفوا. في 30 سبتمبر 2022 فريق الرجاء يفوز
كأفضل لوجو أو شعار لنادي في العالم بتصويت الجماهير في 30 سبتمبر 2022. في 5 أكتوبر 2022 المغرب المبتور الأطراف يكتبون المجد أمام الأرجنتين ويفوزوا على الأرجنتين برباعية. في 7 أكتوبر 2022 شركة أديداس بترد على إنذار المغرب وتعلن فسخ تعاقدها مع المنتخب الجزائري. 7 أكتوبر 2022 كان حدث كبير جدا وقتها. في 12 أكتوبر 2022 فريق المغرب للرياضيات يكتب المجد في أمريكا ويفوز أيضا بجائزة قيمة جدا في أمريكا كأفضل فريق رياضيات في العالم. في 12 أكتوبر 2022 رئيس إيطاليا يكرم طالبا مغربيا فخرا لكل العرب. رئيس إيطاليا بنفسه كرم طالب مغربي في مجال العلم البحثي أو البحوث العلمية. في 14 أكتوبر 2022 فتيات المغرب تفوز على الهند بثلاثية. في 8 نوفمبر 2022 المغرب للشباب بتفوز على تونس بهدفين نظيفين. في 12 نوفمبر بيتم إعلان المنتخب المغربي أنه في صدارة المنتخبات العربية من ناحية القيمة التسويقية، وتم إعلان ده في 12 نوفمبر 2022. 27 نوفمبر 2022 أسود الأطلس عفوا يا جماعة عذروني عشان البرد. في 27 نوفمبر 2022 أسود الأطلس بتفوز على بلجيكا بهدفين وكانت مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. في 1 ديسمبر 2022 المغرب تصعد رسميا لدور 16 في كأس العالم. في 6 ديسمبر 2022 المغرب تكسي أسبانيا في كأس العالم وتصعد أيضا، تكسيها من ربع نهائي كأس العالم وتصعد في مواجهة مين بقى؟ البرتغال. تصعد مواجهة البرتغال في ربع النهائي، طبعا ده تمن النهائي صعدت على حساب طبعا زي ما حضراتكم فاكرين بقى المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي والمنتخب الكندي، ثم وصعدت أول مجموعة ثم بعد كده أقصد المنتخب الأسباني ثم بعد كده أقصد المنتخب البرتغالي. اصحى للكلام. في 7 ديسمبر 2022 الملك محمد السادس يشارك الشعب والجماهير باحتفالات كبيرة جدا بسيارته تجوب شوارع المملكة المغربية. في 10 ديسمبر بقى اليوم الموعود اللي فاز به المغرب على البرتغال وصعد لنص نهائي كأس العالم. ثم 14 ديسمبر 2022 الأحداث اللي حضراتكم تابعتوها والخروج الممنهج أمام المنتخب الفرنسي بعد عدم احتساب ركلتين جزاء أمام فرنسا وخروج المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. في 22 ديسمبر 2022 صحفي أرجنتيني بيتكلم على بلده اللي فاز بكأس العالم وبيعمل مقارنة بين الاستقبال والاحتفالات في المغرب وبلده، وبيقول الاستقبال هنا كأنهم هم اللي فايزين بكأس العالم واستقبالهم أحسن من استقبالنا. ده بتاريخ 22 ديسمبر. طبعا في 27 ديسمبر 2022 ألترا وورلد يختار الجمهور المغربي وجمهور الوداد كأفضل جمهور في العالم. في 28 ديسمبر 2022 المغرب ترفض المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر إلا بشرط واحد زي ما حضراتكم تابعته، وهو فتح المجال الجوي. دي كانت أبرز الأحداث في 2022 اللي كان مليانة إنجازات ومليانة أحداث كتير جدا حبينا كده نستعرضها مع حضراتكم في حصاد في هذا الفيديو. عشنا مع بعض كل الأحداث ديت وعملنا كل الفيديوهات. على فكرة اللي عايز يحضر الذكريات دي بقى ويتفرج على كل الفيديوهات هي موجودة كده على قناتي، تقدروا حضراتكم تتابعوها في طبعا الملف الكامل كده اسمه الكرة المغربية بعيون مصرية مع اسلام علوي، تقدروا تستعيدوا ذكريات كل مباراة على حدة. ولكن حبيت اقول لكم ده حصاد العام، عشنا مع بعض ذكريات جميلة وان شاء الله بإذن الله مزيد من الرفعة للكرة المغربية اللي تألقت 2022. تحياتي لكم اسلام علوي، ما تنسونيش بدعمكم على الفيديو ده. سلام عليكم.